سيدة بائعة متجولة كسائر البائع المتجولين، وهما هاد الناس هادو الناس ديال السلطة بداو في حملة تمشيطية وتطهيرية، زعما كينقيو قبل التنصيب ديال السيد العامل كيديروا ديك الحملات التمشيطية. راه انت عارفة هذا من البديهي، كيبقاو ينقيو المدينة من البائع المتجولين ومن الأزبال إلى غير ذلك. جروا على الناس من السويقة صيفطوهم ليه جيت سكة يوم بليس. ها انتوما دابا جيتوا دابا على غفلة بصفتكم كصحافة، ها الباع المتجولين ها هما دابا في الزرقاء. علاش ملي مشى ضحيتها هاد المرأة هادي؟ أنا أعتبرها، أنا ما كنقولش أنا هاد السيدة هادي راها شهيدة بالنسبة لنا حنا الناس الساكنة ديال بيرامي ديال القنيطرة. جاو عاوتاني ملي عرفوا بأن هناك كاين زيارة ملكية، زادت السلطة ولا الشرطة ولا كيطاردوا الباع المتجولين من مكان لمكان وكيطاردوهم. وهاد السيدة معروفة بالأخلاق ديالها الطيبة، المعاملة ديالها الطيبة، ما غنقولوش مختلة عقليا ولا. هاد الناس ديال السلطة بغاو يحاولوا يتملصوا من الموت ديالها. هاد الشيء اللي كاين. والسيدة كتبيع الدخل، كتبيع غير حليوة، كتزرزق الله باش تدي في العشية ما تاكل هي والبنت ديالها، كيطردوها من مكان لمكان. جات جالسة هنا في الباب، قال لها لا ما يمكنلكش تجلسي في الباب. قالت لهم فين غنمشي؟ جاو جوج ديال المقدميات تكاو ليها على السلعة ديالها وعلى الفلوس ديالها، كتقول لهم ردوا لي فلوسي وردوا لي سلعتي. وماشي أول مرة هاد السيدة هادي كيطرى لها هاد الشيء، راه عدة مرات وحاقرين عليها بكل صراحة. دائما كيجيو علاش؟ لأنها امرأة أرملة وعندها يتيمة كتخدم عليها، وهاد الناس هادو كيستغلوا الفقر وكيستغلوا الضعف وكيستغلوا ما عندكش ولاد ما عندكش كتاف. حنا راه بحال فلسطين مع إسرائيل، هاد الشيء اللي كاين مع الناس ديال السلطة. وماشي أول روح كطيح، ملي جاو هزوا ليها السلعة ديالها داروها في الصطافيط المخازنية عند ديك المقدمية. هما كان الحميدي بعدا شنق عليها، وجا عاوتاني سميتو علال، وجا سميتو هذاك ولد فيتح، بزوج بهم داو لها الفلوس كتقول رد لي الفلوس، ردوا لي فلوسي وردوا لي سلعتي. قالوا لها ما نعطيوكش السلعه ديالك. قالت له ياها بوشلاقه من قد امك قالت كتكرفص فيا. داو لها السلعه، قالت لهم انا كنتسنى القايد تا وكان يجي ياخذ لي الحق ديالي. بقات كتسنى القايد باش يقول لك القايد راه ما خدامش. القايد عيطوا له في التليفون، وحنايا شفناه جاب السيرفات ولابس البانطوفه وداير جاكيطه من الفوق، وجا لهنا وهز السلعه ودارها في الطوموبيل ديالو. قال لها شوفي الا ما حشمتيش، قالت له انا كنتسناك باش تجي تاخذ لي الحق ديالي. في اخر المطاف جيتي انت ديتي لي السلعه ديالي، شدها طرشها ودفعها جوج دفعات حتى طاح حتى تشقلبات. وبقاو المقدميه كيضحكوا. قال لها الا ما حشمتيش، قال لها راه غندوز عليك بالطوموبيل وندير عليك 12 شهاد وما عندك ما تصوري مني. سمعتي ولا؟ واش هذا العصمه في الديح؟ حنا كنطلبوا حاليا، راه عده ارواق تزهق من طرف السلطات المحليه. وشتي وانا قنيطره راه معروفه بعدم التسيير الاداري في جميع القطاعات، ما كاينش تسيير، لان قنيطره مهمشه بكل صراحه. وكنطلبوا من سيدنا باش يتدخل التدخل العاجل لفك لغز هذه الجريمه، وهزوا السيده في الصطافيطه ديال المخازنيه وداوها حتى للمقاطعه بوحدها. وراه الدليل بان الشرطه جات ودارت المعاينه ولقاو السلعه ديالتها باقيه وداوها للمقاطعه. وهذه ما حتى شي واحد ما غتسخى له روحه ولا غتسخى له ذاته باش غيضرب النار عليها. حنا ما عرفناش شكون اللي ضرب النار عليها. السيده دخلات وتمارس عليها العنف، ماشي هي الاولى اللي تمارس عليها العنف، راه كان السيد سلالي ودابز مع المقدميه ومع المخازنيه وداوه تما ومارسوا عليه العنف ودار شكايه ضدهم عند الوكيل العام وقال ليه باش تتابعهم، وكانت علامه الضرب دايره على الذات ديالو. اذا السيده راه ملي تمارس عليها العنف وصبحت مهمشه، ويعني طيحوا لها من قيمتها، تسدوا العينين في وجهها، حتى واحد ما غيسخى على عمره وحتى واحد ما غادي هذا يبغي ينتحر باش ما غاديش يرضي الله وما غاديش يرضي الاب، لان كان ضغوطات وكان عنف تمارس عليها نفسيا وجسديا. وهذا هو الدافع الاساسي اللي خلاها، ورشرت فيديو مصور من داخل المقاطعه، لان كانوا الناس تما يعني صوت وصوره باش شافوا السيده كتحرق وما بغاوش ينقذوها. الناس في سوريا وفي العراق كتنقد، وحنا في بلد المغرب حنا ما بغيناش الثوره. الثوره علاش ناضت في تونس؟ عن بائع متجول، وتغيرت الحكومه باكملها. حنا ما بغيناش هذه المسائل تكرر، وبغينا سيدنا باش يتدخل ليفك لغز هذا المشكل. شريط فيديو مصور من داخل المقاطعه، سمعتي؟ والدليل القاطع باين، المكتبه انفاس ليها والسيده كتمرمد وهي العافيه شعله فيها، غير طفل صغير باقي قاصر هو اللي كيحاول. ملي المراه السيده وحده راه لابسه مونطوف الابيض كتقول له اعطيني غير كاشه باش نطفيو النار، قال لها ما عندناش الكاشه غير الماء، قال لها ما عندنا لا كاشه لا ماء وسد الباب. كيفاش هاد؟ اذا مشاركين هما في هذه الجريمه وبغاوها باش تموت ويمشي سرها مقتوم معاها. هذا الشيء اللي كاين، وحنا كنتمناو من الله وكنطلبوا من سيدنا. شتي هو اللي كياخذ بيد الدرويش، وراه الدول العظمى كتعترف به ملك الضعفاء وملك الفقراء، باش يشد بيد هاد السيده وياخذ الحق ديالها ويعتقل هاد الناس يتعتقلوا، وتاخذ مساطر قانونيه وجنائيه في حق هاد الجونات. هادو راه ما كنعتبرهمش ناس مسيرين وما يستحقوش الاداره، هادو خصهم العقاب.